صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. التاريخ بيعيد نفسه، ولكن يا ريته بيعيد نفسه برجاله العظماء. اسماء حفرت هي تاريخ لبنان السياسي والاقتصادي والاجتماعي، رجال عظماء، رجال دولة، رجال سلام، بيفتقد لليوم لسوء الحظ لبنان. اليوم رح نضوي على رئيس الجمهورية السابق السيد كمية شمعون، وبحب رحب باستوديوهات الام تي في بالدكتور زيدان كرم. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك باستوديوهات الام تي في. مش اول مره بستضيفك عنا، وهيدا شرف، وعن جد نحن فرحين بوجودك معنا. سيرسي بروك. ميرسي بوكو. دكتور زيدان كرم، حضرتك طبيب متخصص بأمراض القلب، ولكن عدا كتاباتك العديدة عن هذا الموضوع، حضرتك كتبت كور دي مير اللي كان عم تتناول فيه حنان وحب وقلب الأم تجاه أولادها اللي ما ممكن واحد يعبر عنه. واليوم رح نضوي على كتابك الجديد اللي رح توقعه جمعة تجي نهار الجمعة بجامعة الحكمة ابتداء من الساعة 5. كمية شمعون راكونتي بار سون ميدسان، كتاب عن جد فريد من نوعه، لأنه كتاب فينا نقول تاريخي، كتاب عن سيرة ذاتية، وكتاب بخلينا نفكر اليوم كثير قديه رجال الماضي عم نفتقد لهم اليوم بلبنان اللي عايش بمرحلة صعبة كتير. دكتور زيدان كرم، حضرتك من مواليد جزين سنة 1937، ومتخصص بأمراض القلب، وحضرتك بروفيسور أغريجي من جامعة باريس، وأستاذ جامعي بجامعة اليسوعية ببيروت، وحضرتك بقيت 20 سنة رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى الروم. مثل ما قلنا لديك إصدارات عديدة، واليوم لكن نحكي عن كتابك الجديد. بحب أكيد نعرف أنه حضرتك من سنة 1976 لا حتى وفاة الرئيس شمعون 87 كنت حضرتك يعني أكثر من طبيب، حتى كنت صديق للرئيس. إذا فينا نقول حده وقتها كان عاوز أنه يحكي، هيدا بتصور مهم جدا. شو اللي جعلك أو دفعك أنك تكتب هذا الكتاب عن كمية شمعون؟ أول شيء اللي خلاني أكتب هذا الكتاب هو الحالة المزرية اللي وصلنا لها اليوم، خاصة لموارنة، لحتى وعيهم شوي، قلوا لكم كيف بتكون الرجال، مش أوصوا بعضكم على بكرة العشية، ما تقتلوا بعضكم، صاروا الموارنة دمويين، صاروا بلا وعي. عندنا ركيستان بقينا الموارنة، اجى اتفاق الطائف قالوا زردوا رئاسة الجمهورية من كل شيء. بقينا رئيسة الجمهورية مع هالقد شقفة أرض عايش فيها، بدنا نقشط الأرض اللي قاعد عليها. عندنا ركيزة ثانية اسمها بكركي بدنا نهدمها. إذا بدنا نهدم بكركي ورئاسة الجمهورية شو بيبقى للموارنة؟ وين عم يقتلوا؟ مش السنة ولا شيعة ولا دروز، الموارنة. نحن بين بعضنا. بين بعضنا، دمويين. نعم. اصلا من تاريخ الموارنة بنعرف قديشن دمويين. كتابك قلت انا بالمقدمه انه فريد من نوعه، لانه بمثابه سيره ذاتيه للرئيس كمية شمعون، واكيد شددت كثير على انجازاته لما كان رئيس جمهوريه. وكمان بعد ما نقريه بنحس قد ايه اليوم نفتقد لرجال مثل افضاله. قدام يعني قد ايه اليوم نحن بحاجه الى رجال دوله، رجال سلام، رجال بهالمستوى. بدوش يكون الانسان خريج هارفرد ليشوف، شوفر التاكسي بيعرف، والفاعل بيعرف، والعامل بيعرف، والفيلسوف بيعرف انه موارنه ما في، بقى ما في زعمه. من بعد ما مات كمية شمعون تيتمنا، انا موراني. عشان هيك عم بحكي عن حالنا، ماليش احكي عن السنه والشيعه، لسوء الحظ عم نحكي موارنه وسنه وشيعه صرنا. طيب، لانه ما عاد في رجال. قلت انا بلكي
من بعد ما انا اشوفها على التلفزيون او اقرا بالجرايد، هي بصرح وهي بصرح، بيحكي بالرابي بفز بدروان بديك بيحكي هون، هذيك بديك بيحكي هون، قاعدين لمارني بقتلوا بعضهم مثل الديوك المكسيكانيه، ابدا، كل واحد حاطين له شفره باجراي، اخرت النهار كلهم بدهم يموتوا، صح. بس واحد بيموت قبل الثاني، بلكي بيوعوا بشيلوا هالشفرات بيغفروا. نعم. ما تتذكري انه بالكتاب بعد السفره شددت قديش غفر. صح. صح. إذا المسيحي إذا بيروحوا هادي بدي أسألهم هو الزعماء الموالي بيروحوا على الكنيسة شو بيعملوا؟ شو بيقولوا لربنا؟ المسيح كان عم بيصلبوه ونازلين فيه دق مسامير بإيدي بيقولوا اغفر لهم يا أبتا، ونحن بدناش نغفر لها. نعم. قاعدين يحاربوا بعض. أكيد اليوم الخطايا أقل بكثير من وقت، يعني ما حدا عم بيكون بهال فينا نقول العنف المعنوي اللي كان أزيوفي المسيح قبل ما يأذوه. أكيد جسديا يعني الموارنة اليوم كل يوم عم بيصلوا المسيح، بلشوا بمزيارة بعدين بإهدين بعدين بالسفرة بعدين جعجع وعام بعدين جعجع حبيقة بعدين حرب الإلغاء وحرب التحرير، ما خربوا البلد من أني الموارنة. نعم، وما في ربحان على طول بالحرب، عشان هيك كتبت هالكتاب للموارنة. حلو كثير. ان شاء الله يكونوا كتير عم يحضرونا ويقدروا يحسوا بالانفعال اللي موجود بحضرتك. نعرف انه ولد كمي شمعون سنه 1900 بدير القمر مع القرن، مع القرن، تحيه كبيره لدير القمر، نحن البساتنة بنحبها وتعز علينا. وكمان بتقول حضرتك بتخبر وقتها قبل ما يترأس الجمهوريه، وبنعرف انه هو كان بين 1952 و1958 رئيس جمهورية. وقدي نهض أو صار في نهضة اقتصادية كبيرة وقت كان هو رئيس جمهورية، وفنية كمان، وفنية قدي كان يقدر الفن بعلبك بعلبك وكل الأمور البيئية وال يعني الكهرباء قدي كل شيء أيامه كمان، لحتى كمان الأوقات الصعبة اللي عاشها وقتها كان رئيس جمهورية، مثل وصول المارينز الأمريكيين إلى لبنان. وأخذ الشيء بتحكي عن أنه قدي حلم عبد الناصر أنه يشوف لبنان يتحد ب الجمهورية العربية المتحدة، خلص فشلت وقتها شاف الأمريكان وصلت. خبرنا أكثر كيف كان دوره، إذا بدنا نقول هو عم بيواجه المراحل الجميلة والمراحل الصعبة. بالمراحل الجميلة كان دائما عنده سيريو، حتى بالفرح عنده سيريو. نعم. وقت الصعب الايام الصعبه كان يضل واقف صامد مثل الصخر. وقت ال100 يوم بالاشرفيه قصفوها كان هو بده يبول بنايه، لا ملجا ولا تعتير، حاطين له كيس رمل حوالي وبقي. لما قلت له انا ظهار فخامه الرئيس، قال لي اذا بظهر الاشرفيه بتقشط الاشرفيه، بقي بالاشرفيه. حاصروه بالانطاري، وصلوا لي، حاوطوه، صاروا اوصلوا على بيته، ما كان يطلع من الأشرفي من الأنطاري على الأشرفية. سألته ليش؟ قال لي لو تركت الأنطاري كان قشط لبنان. خاطر بحياته، ما بيهمه. يعني كميل شمعون كان عنده هدفين. أول شيء استقلال لبنان، زعل الفرنساوية، مع أنه داش في علاقة بيننا وبين الفرنساوية، زعل الفرنساوية، استعمل الإنجليز حتى ظهر الفرنساوية. بعدين كان في عنده شغلة أساسية أساسية بحياته، هي مستقبل المسيحيين بلبنان والشرق الأوسط. نعم، أنا هذا اللي كنت بدي أسألك، إنه بنعرف حضرته كان عنده هدفين، إيه، وعنده يعني همين، إذا فينا نقول هو الاستقلال لبنان، استقلال لبنان، ومحافظة على الاستقلال لبنان، لأنه هذا أهم من الاستقلال. واحد بيقول أخذنا استقلال لبنان ولكن شو بقى منه، ولا وشغلة تانية مثل ما حضرتك تفضلت وقلت هو مستقبل المسيحيين بلبنان وبالشرق، وعم نشوف اليوم قد ايه كل شيء حكى لي، كل شيء قاله عم بيصير، بعده موجود وعم بيصير، وبعض المشاكل ما انحلت، وبعض المسيحيه ما فهموا من جهه سنه ملتفين على بعضهم، الشيء عم ملتفين على بعضهم، نحن مقسومين شقفتين من قوس بعضنا، رح نروح فراطه فرق عمله، مش عم يوعوا. كمان شمعون وقت اللي حافظ على المسيحيين، يعني مع مش مسيحيين، عشو حافظ؟ حافظ على رئاسه الجمهوريه مثلا. وقت الياس سركيس، وقت القدم، هذاك الكتاب الشهير بدي استقيل، قال له ان ام تكن رجلا ام تكن نصف الرجال. وقت اللي قاله بدهم يطيروا امين جميل من الرئاسه واشروا له عهده، ابدا، 6 سنين. وقت سليمان فرنجي كذلك ما بيتنحى، ابدا ما بيتنحى، دائما كانت الرئاسه بالنسبه له
بالنسبه له مقدسه، يعني روحه الوطنيه قبل كل شيء، اللي كانت يمكن هي اللي يعني اللي عملت منه. عم بقول لك اجى الطائف ظلت ولا الجمهوريه طيب، بس بقيله شيء مثلا، بقيله شيء ايه مثلا صعيد الذكر ليس الهراوي نعم مع حفظ الالقاب نعم. مرض التجنيس اكبر جريمه ارتكبت بحق المسيحيين، فيه 2.5 مقارنه نعم من بالمئة بالمئة. طيب اجى هلا عم بيقوصوا على رئاسه الجمهوريه، شو بقينا اذا رحت رئاسه الجمهوريه؟ وقت اللي انتخبوا البطرك سفير رمير شمعون رئيس شمعون ما بده اياه، كان بده يوسف الخوري نعم. وليه؟ لا لانه كان شايف بيوسف الخوري الرجال اكثر، بس لما انتخبوا انا كنت قاعد حده يعني اكيد سهل جمع الحزب عشيه وانا كنت موجود بين، قال له بكره بنطلع نهني خالص عندنا بطرك صار ما نطلع نهنيه، انتخبوه البطاركي وروما هيك بدها، طلع لعند البطرك وكنت حده اكيد سندوا لانه قرب مسيحياً. قرب البطرك لعنده غمر وقال له نحن معك، انشتت او غيمت انصيفت او هذا الشيء، هذا لازم انا مع بكركي نحن وراك نحن لبكركي. اليوم شو بنشوف؟ بنشوف الموارنه بدهم يهدموا بكركي، بدهم يهدموا رئاسه الجمهوريه، شو بقي لنا؟ نعم صح يبقى لنا ناس بلا مخ. صح صح. كمان حضرتك بتقول انه كان كمي شمعون يعني حقق كثير انجازات وحضرتك بتحطهم باخر الكتاب وهن كثير مهمين، وانه سلم الوطن ل لفؤاد شهاب كمان حفظ الالقاب، سلموا صاغ يعني سلموا بأحسن مما يكون، ونحن بنعرف أنه كمل الرئيس فؤاد شهاب كثير مهمات بلش الرئيس شمعون. فؤاد شهاب كان أنهم يعني رجل دولي كمان بس على غير طريق نعم، بس لكن أنت بتخبر كمان أنه وقتها وقف يعني ما عاد رئيس جمهورية ولكن كمل لآخر دقيقة من حياته لآخر تكة عم بيساهم بوطنيته. خبرنا شو باختصار شو هن الامور اللي عملها من بعد ما ترك رئاسه الجمهوريه واللي سند فيها اول شيء. اول شيء اللي بنترك الحكم ترك وصاغ مثل ما عم تقولي، لما كانك بتذكري وقت الثوره 58 ما كنت بتذكري انه اللي بيعرفوا كان كمان شمعون بخطر نعم. طيب صاروا الناس يقولوا لا هو عبد الناصر ما بده راس كمال شمعون، ما بده لبنان، بده غير الرئاسه نعم. على نفترض انه مزبوطه لو كمال شمعون تنحى وعبد الناصر عين فؤاد شهاب نعم، كان اجى اجتمع كمال شمعون فؤاد شهاب عبد الناصر على الحدود، كان عمله بسال له، كان عمله له عبد نعم، سلموا الرئاسه راس الجمهوريه مرفوع، فات فؤاد شهاب رغم كانوا ما يحبوا بعضهم بس فات راسه مرفوع، استلم شرعيا دستوريا الرئاسه من الرئيس قبله. هون بنعرف قد ايه كان دبلوماسي كمي شمعون، يعني لو ما حب هذا البطرك سانده لانه هذا المفروض يعمله، لو ما كان يمكن كثير اصحاب مع الرئيس شهاب سلموا بلد صاغ وساندوا حتى من بعد ما ترك الرئاسه، يعني قد ايه مهم واحد يكون دبلوماسي. بعدين رئيس امين جميل مع حفظ الالقاب دائما بنقول كان كمال شمعون من بعد ما اغتيل الشهيد شو اسمه بشير نعم. كان رح يصير رئيس جمهوريه، ضل 48 ساعه رئيس جمهوريه زحوا، اجى محل نعم بتخبر الشيخ امين بالكتاب خبرها نعم. اجى الشيخ امين شو ان شاء الله فكر انه معش حكي، بده كل يوم يطلع لعنده، كل يوم يسندوا، كل يوم بياخذ الامور شخصيا ابدا، كان يدافع عن رغم كان يقول لي تفاهم انا وياه على بكره عشيه يعمل ثاني يوم يعمل العكس ويرجع يطلع ويرجع يطلع، مش يسبوا مثل ما بيعملوا اليوم نعم ابدا، ولا مره هجم الامين الجمعي، كان يحافظ على الرئاسه، كان يحافظ، كان يغار على قال لي مره انا مش عم حافظ على امين جميل ابن بي، عم حافظ على رئاسه الجمهوريه اللبنانيه المارونيه، هذا صخر بدنا نحافظ عليه، وكل وقته لاخر تكه كان يحافظ على الرئاسه نعم. هذا رجال العظام كمال شمعون، مش بس عظيم كمال شمعون، لو كان حكم امريكا كان عمل اكبر رئيس جمهوريه بالعالم، هو من طينه اتاتورك، من طينه شارل دوغول، من طينه تشرشل، من طينه هالعظمة جان بول دو، هو من هالطينه هاي كمال شمعون. عارفه حال حضرتك طبيبه من 1976 يعني تعرفت عليه بعدك بكثير من ما ترك الرئاسه، وحضرتك ما بتقربه يعني نعرف قد ايه يمكن قد ايه حضرتك بكتابك جربت تكون موضوعي وكانك مواطن عم تحكي عن رئيس جمهوريه. مزبوط يعني جربت احط عاطفتي شوي على جنب بس مش دائما تزبط معي، بس كنت قول الواقع نعم، وقت الواقع وقت بشوف انا كيف كان كمال شمعون كل يوم كل يوم كنت كيف يدير الامور وقت السفره نعم، مين بيعملها وقت السفره؟ الشيخ بشير الله يرحمه نيته ميته روح له حزبه، الدم بقى بيتبرج على الارض
نفيله حزبه بعد جمعة استقبله، مين بيعملها هاي؟ قلت له أنا بريزيدنت، كيف تستقبله للشيخ بشير بعد جمعة من المستقبل؟ قال لي يا حكيم ما كفي ندم، لو أنا أعطيت أمر لعبده جابر كان رئيس الحرس، اصطدموا ببشير بالأشرفية، كان على كتافي هلأ شي 100 أرملة شي 200 يتيم، ما كفي ندم؟ الكف بجيب عصا والعصا بجيب سكين، هو كلامه مش أنا. الكف بجيب عصا والعصا بجيب سكين، والسكين بجيب بارودي، والبارودي بجيب دم، والدم بجيب الدم. يعني تعمل كأب عقله كبير وقلبه رجل كبير. دولة رجل عظيم، يعني ما ولا يوم كميل شمعون حط حلو قدام لبنان، ولا يوم اشتغل للرئاسة ليخلي الرئاسة، ولا كان دائما أكيد مثل كل رجل دولة بده يوصل للرئاسة، وصل بس بطريقة شرعية وانسحب عظمي. أكيد هو كان بده يجدد، ما حدا بينكر، بس اللي من شاف إنه مش ممكن يجدد انسحب، عارف ينسحب على الوقت بطريقه يضلوا بكل كرامته، ضلوا جمعه يطبق النواب حتى يقبلوا ينتخبوا فؤاد شاهين. اليوم اليوم تعتير اليوم يعني ما نحط لبنان الماروني مثل ما بنحط اليوم، ولا وصل لهالدرجه من الانحطاط من نزول تحت الوحل مثل اليوم. هاو كلهم المسؤولين عن الموارنه اللي هلا شايفين حالهم عاملين حالهم، شو بده يعمل رئيس جمهوريه؟ شو بده يعمل وزير؟ هاو كلهم الموارنه عم بيخربوا البلد، جدودنا بسواعدهم بالمعول جبل لبنان عملوا جلاله وزرعوه وقعدوا بالكهوف لحتى يحافظوا على لبنان، وحافظوا على لبنان، جايين هلا هيدي كم واحد هون، فيش واحد بعقله قد الصرصور جايين بده يخربوا البلد. دكتور يعني منيح لحضرتك منك بالحق، يمكن هيدا الشيء انه حضرتك بحق الاكتوبي لانه انا مواطن مش انه من منبر سياسي، منك مع حدا ضد حدا. حضرتك انا بحب في شيء لفت لي نظري وقت انجازات اللي صارت بعهده للرئيس شمعون، انه لما انعطى قوانين للامراه انها تاخذ دور بالسياسه، ست زلفه هي وست زلفه كمان الله يرحمها، ست كبيره ونحترمها كثير، كانت هي وراها، هي كانت وراها وراء كل رجل عظيم امراه، وهي كانت عظيمه جدا. بعد من 1957 لليوم ما بنشوف صار في اي تجديد، يعني بعد اليوم المره بلبنان عم بتطالب بحقها، ما عم تقدر تاخذ كثير، يعني من وقتها لليوم بنشوف كم امراه صارت موجوده بتاريخ السياسي، كان منفتح كثير كثير كثير. هاي الفضل لست زلفة الله يرحمها، انا ما تعرفت عليها بس تعرفت عليها من خلال الاشخاص اللي عرفوها. على كل حال شو اثر فيك، يعني انت بشو تغيرت حياتك من 1976 لليوم وقتها فتت على هالعائله اللي تعرفت عليها وكبتها بصعوباتها؟ يعني بدك تقولي اول شيء تعرفت علي صدفه الرئيس، بعدين مع الوقت تبناني بلا، كان الله يرحم عندي الوالد توفى الله يرحمه، كان هو بي الثاني، كان ينتبه لي مثلا حركاتي وقت بيجي جرافاتات يقول هاي بتروح لك، كان عنده حركات كثير لطيفه تجاه ابني، حط ايده على راسه هيك، وابني اسمه كميل هو عرابه، يعني بالاخير دخل بالعائله عندنا، كان يجي يدق على الباب ويفوت بالصيفيه. انت بتحكي كثير عن كميل شمعون الانسان، قبل من ان شمعون الرجل العظيم السياسي، شو اللي هن صفاته كانسان؟ يعني بنحس انا بعرفهم بس حبي انت تقلنا شو يعني كان ميز؟ ميز انه كان كل شباب لبنان اولاده يشتغل على هالاساس، كل نسوان لبنان امهات بالنسبه له بده يساعدهم، كان يشعر بلبنان، يعني بدك تقولي كلهم بيقولوا انه كميل شمعون قاسي، لا ما انه قاسي كميل شمعون، قاسي شكليا يعني بالسياسه كان قاسي، كان يضرب هيك لازم السياسي. بس لما بتوصلي للحقيقه وبتوصلي للبه لكميل شمعون اطيب من هيك قلب ما في، كان اب كيف كان؟ اب كل شيء، مثلا يسالني عن المرضى يخبر لي شو في عندك جديد اليوم، خبره اللي اجي لعنده اللي مريض الفين خبرت نعمل شو صار فيه. نعم من وقت لوقت قد امكانياته كان يساعد، قال له مثلا بدي كذا يعطيني، يجي ببعث له شخص يناوله، بس ما كانش امكانياته كبيره، كمان شمعون مات نوعا ما فقير. نعم مش مثل اليوم. واليوم علاقتك مع العائله مستمرة كيف لكين؟ اولاده كيف لكين؟ نعم. طيب واليوم حضرتك هيك عم بحس عندك فينا نقول نقمة على غضب على المواطنين، أنت شو بتنصحهم اليوم كمواطن لبناني؟ أول شيء أنا بدي أحكي عن حالنا، إخوتنا السنة والشيء عم دبرين حالهم، ما بدوش حدا ينصحهم، كل واحد عامل بلوك وقاعدين مضبطين حالهم، هديك عنده دولته وهديك عنده الدول العربية كلهم ورانا وراهم، بس نحن مين عندنا؟ معنا البحر. أنا بقول لهم سيروا على طريق كميل شمعون، روح الكتاب، مش عم على الكتاب دعاية لكتابها،
مش لا مش ناطق حضرتك عندك سيروا روح على الكتاب، بس على كل حال كتار بيعرفوا شو في بهالكتاب ومطنشين. كل الزعماء الموارنة اليوم عارفين هالكتاب شو في بهالكتاب، عارفين سيرة كميل شمعون، كلهم بيعرفوا مين بيغفر مثله. بدون أول شيء الإنجيل قال حبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم، يعني عايش مسيحيته مظبوط، مش عم بقول لك سيتي افري كريتيان، كان مش انه مسيحي يروح يقدس ويتناول، لا لا لا، لا. بس كان باعماله وبافكاره تابع قول الانجيل. اول شيء ما تسرق، عمل رئيس جمهوريه، كان الخير فوق وتحته، كان من 58 ل 58 المشاريع بلبنان وملايين الليرات بهذيك الايام. وقت اللي مات كميل شمعون كان بالكاد معه مليون دولار، والمليون دولار كانوا مصاري اللبناني في صديق واحد ببنك عوده، حول له هن غصب عنه دولارات، عشان هيك كان في نتفة مصاري وقت اللي مات. عنده السعديات وبيت بدل امل ولا شيء. اخته ما بزمانهم اجوا على دير اوباما للاسد، ماذا يختار الاسد؟ وليد عبود يناقش هذه المواضيع مع الرئيس السابق للحزب القومي السوري جبران عريجي، ونائب رئيس حزب الكتائب سجعان الازي، وضيوف من دمشق وواشنطن بموضوعيه هذا الاثنين 9:30 مباشرة على الام تي في. فيضل بلدنا أخضر، رح نزرع سوا أرزي باسمك ونهديك 45,000 كيلومتر صياني مع كل سوبارو فورستر 2011. Love Subaru. صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. التاريخ بيعيد نفسه، ولكن يا ريته بيعيد نفسه برجاله العظماء. اسماء حفرت هي تاريخ لبنان السياسي والاقتصادي والاجتماعي، رجال عظماء، رجال دوله، رجال سلام، بيفتقد لليوم لسوء الحظ لبنان. اليوم رح نضوي على رئيس الجمهوريه السابق السيد كميل شمعون، وبحب رحب باستوديوهات الام تي في بالدكتور زيدان كرم. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك باستوديوهات الام تي في، مش اول مره بستضيفك عنا، وهذا شرف، وعن جد نحن فرحين بوجودك.